موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيراً عاجلاً لجميع متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكد أن هناك أشخاصاً يحاولون النصب على الناس برابط إلكتروني مستخدمين اسم الوزير ونائبه. وقال وزير التربية والتعليم: احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتي تنص على أدعوكم لشهادة تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي، موضحاً أن هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات الناس على السوشيال ميديا وخصوصاً المهتمين بالتعليم. وواصل وزير التربية والتعليم تحذيره قائلاً: احذروا، فقد حدث هذا لكثير من الأصدقاء، وبالتالي يرجى عدم الانسياق ورائه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد. وفي إطار حملة شركة فيسبوك لمواجهة الحسابات المزيفة، أعلنت الشركة في تقريرها الأخير عن غلقها ما يزيد عن 1 مليار حساب مزيف بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، هذا بعد أن أغلقت أكثر من 5 مليار حساب وهمي مطلع العام ذاته. وفي سياق آخر جرم المشرع المصري الحسابات المزيفة والمنسوبة للغير، فإن المادة 24 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن 1 سنة والغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 200,000 جنيه أو بإحدى هذين العقوبتين. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سوف تعلن اليوم الثلاثاء أخباراً جديدة عن كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول والامتحانات الشهرية القادمة في الترم الثاني. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سنجيب غداً عن كل التساؤلات المتعلقة بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي. أفاد الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية باستمرار نشاط الرياح والأتربة على البلاد اليوم وغداً، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وقال محمود شاهين أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح على البلاد حتى غداً الأربعاء، ويعود الطقس المستقر بعد غد الخميس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد على مدار اليوم وغد. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً مضمونه: ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟ أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن السؤال قائلاً: إن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعاً، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر فعليه مصارحته بقصد الإصلاح والنصح. وأضاف مفتي الجمهورية أن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق، لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات. وأشار علام إلى أن حب المرأة لزوجها وغيرتها عليه لا تسوغ لها التفتيش في خصوصياته، بل إن من يفعل شيئاً مثل ذلك إنما يأتي بما يكدر عليه صفو الحياة ويفسد العلاقة الزوجية. أثار محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر الجدل في الساعات الماضية من خلال صورة انتشرت له مع المغنية نوران خليل بفندق الإقامة خلال معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين 5 و6 بتصفية كأس الأمم الأفريقية. ونشرت نوران خليل صورة لها مع محمد صلاح من داخل الجيم الخاص بالمنتخب وعلقت عليها صورة القرن، مما أثار جدلاً كبيراً بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء بالفندق. وتسببت صورة محمد صلاح مع المغنية في إحراج بالغ لاتحاد الكرة الذي منع الزيارات عن المنتخب حفاظاً على سلامة اللاعبين. وإلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.